وهي الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، وكلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وحضور كبير لسفراء الدول الممثلة والمعتمدة لدى الجامعة العربية، كذلك حضور وفد كبير من أبناء القدس لتمثيلها أفضل تمثيل. يشكل المؤتمر عبر جلسات هامة أساسها القانونية والتنموية، والتي سوف تعقد الآن بعد هذا المؤتمر بشكل موازن للاستماع إلى العديد من المداخلات الهامة، والتي سوف تثري النقاش من جهة، تسلط الضوء على تفاصيل حياة المقدسيين وما تعانيه المدينة المقدسة، وما هو مطلوب منا جميعا كأبناء هذه الأمة العربية للتحرك من أجل حماية هذه المدينة، ومن أجل الحفاظ على هويتها، على شخصيتها، على تراثها، على حضاراتها، وعلى بعدها الإسلامي المسيحي بكل أشكاله. هناك العديد من المتحدثين الذين سوف يركزون على مفاصل الواقع المقدسي بشقيه القانوني والتنموي، وهناك كما أشرت في البداية رزمة من المشاريع تم التحضير لها من قبل وزارة شؤون القدس لكي تغطي حقيقة ما تحتاجه هذه المدينة في عديد القطاعات الخاصة، وتحديداً الإسكان، التعليم، الصحة، الثقافة، الشباب والمرأة، بالإضافة إلى جوانب أخرى عديدة. سوف يخرج المؤتمر من وجهة نظرنا أولاً ببيان سياسي تم التوافق عليه من قبل كل الدول التي شاركت، ومن قبل كل الفعاليات التي شاركت، وسوف يتم تعميمه وتوزيعه عليكم لاحقاً. ولكن أيضاً سوف يخرج المؤتمر بتشكيل أولاً لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعي دولة فلسطين في آليات العدالة الدولية، وأنتم تعلمون أن دولة فلسطين بحاجة إلى كل الإسناد والدعم العربي في إطار القانوني، لأن المعركة التي تخوضها دولة فلسطين ليس فقط هي معركة الوجود والصمود على أرض دولة فلسطين من قبل أبنائها، وإنما هي المعركة المسار الدبلوماسي السياسي القانوني، والذي نخوض بكل قوة وبكل بسالة ونحقق فيه العديد من الإنجازات. نحن الآن قد حققنا إنجاز مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت قراراً بالطلب من المحكمة العدل الدولية رأياً استشارياً حول طبيعة النظام الذي وضعته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد مرور 55 عام من استمرار احتلالها لهذه الأرض الفلسطينية المحتلة. طبيعة هذا النظام، كيف يمكن تفسيره، وهل ذلك الاحتلال هو احتلال قانوني بعد مرور 55 عام، وما هو طبيعة ذلك النظام الذي وضع، هل هو نظام احتلالي فقط، أم هو نظام إحلالي استعماري كولونيالي، أم هو نظام فصل عنصري أبارتايد، أم جميعهم. هذا بالنسبة لنا مهم، وبالتالي هذا الرأي الاستشاري سوف يعود من جديد إلى الجمعية العامة بعد الانتهاء من تداوله وإقراره في محكمة العدل الدولية. نحن بحاجة إلى كل الإمكانيات والخبرات القانونية العربية لرفض الفريق الفلسطيني الذي سوف يتابع هذا الملف في محكمة العدل الدولية، وبالتالي سوف يخرج المؤتمر كما أشرت بتشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعي دولة فلسطين في آليات العدالة الدولية. نحن كنا قد طلبنا من عديد الدول الأعضاء في الجامعة العربية أن توفينا بأسماء وخبرات قانونية لكي يتم تشكيل تلك اللجنة الاستشارية القانونية العربية. حتى هذه اللحظة وصلتنا أسماء من الدول التالية: من البحرين، من ليبيا، من الجزائر، من السعودية، من المغرب، من العراق، من الكويت، بالإضافة إلى فلسطين. نحن نأمل
ونأمل بأن يتم أيضا تقديم أسماء ومشاركات من بقية الدول العربية لكي تتحول هذه اللجنة الاستشارية القانونية العربية إلى لجنة جامعة لكل الدول العربية لكي تعكس اهتمام الدول العربية بهذا المسار القانوني ولكي تظهر أيضا اهتمامها برفض الجهد الفلسطيني في الجوانب القانونية بكل خبراتها المتوفرة لديها. هذا أولا. ثانيا أيضا كما تعلمون أننا عندما توجهنا إلى المحكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية أعلنت بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستطيع أن تتقدم بمرافعات مكتوبة قانونية حتى 25 من شهر يوليو القادم. ولهذا السبب نحن نريد أن نستغل هذه الفرصة لكي نوجه الدعوة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتحديدا الدول الشقيقة في الجامعة العربية لكي تبدأ التحضير لصياغة المرافعات القانونية المكتوبة لكي يتم رفعها إلى محكمة العدل الدولية قبل تلك الفترة المحددة بالخامس والعشرين من شهر يوليو من هذا العام. كذلك سوف يدعو المؤتمر كمخرج إضافي إلى تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار المساعي وفي إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وفي تمكينهم من مواجهات السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهديد وجودهم فيها. إذن المخرج الثاني الهام هو في تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم فيها. هذان هما المخرجان الأساسيان من هذا الاجتماع، ولكن نأمل في نفس الوقت أن يكون في هناك اهتمام كبير بحزمة المشاريع التي وزعت وسوف يتم توزيعها في الجلسات المخصصة للمسار الاقتصادي التنموي من أجل فعلا أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بالأهمية المطلوبة، والهدف من ذلك هو تعزيز صمود المقدسيين، الحفاظ على بقائهم من خلال الاستثمار ودعم تلك المشاريع التنموية، وما كما أشرت في القطاعات المحددة تحديدا قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الثقافة، قطاع الشباب وقطاع المرأة. هذا كل ما لدي في هذا المؤتمر الصحفي، وأنا على جاهزية أن أجيب أو أفسر بعض ما قيل حول هذا الموضوع. عادلة. ما هي الخطوات العملية لترجمة هذه الكلمات البراقة التي نسمعها منذ الصباح الباكر في هذا المؤتمر إلى واقع عملي للتخفيف المعاناة عن هذا الشعب الأبي الذي يدافع عن قضية العرب جميعا وليس قضية الشعب الفلسطيني؟ ثانيا، ما هي الخطوات العملية التي تتخذها السلطة لمواجهة هذا الصلف والغطرسة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء هذه الحكومة المتطرفة
الذي تريد أن تهلك الحرث والنسل التي يعني أعلنت منذ أيام بسيطة عن بناء مستوطنة قريبة من قطاع غزة على حدود قطاع غزة هذه الأرض المملوكة للسلطة الفلسطينية. شكرا. شكرا. يعني لو بالإمكان أن تتحرك الجيوش العربية لتحرير الأرض الفلسطينية فهذا هو الخيار الأفضل، وكون إنه هذا الخيار غير قائم حاليا لذلك يجب أن نبحث في خيارات أخرى بديلة. الخيارات الأخرى البديلة العملية كما أشرنا، نحن لدينا أولا مقاومة شعبية سلمية موجودة على الأرض، المطلوب هو دعم هذه المقاومة الشعبية السلمية، المطلوب هو تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، وذلك يتم من خلال توفير كل مقومات الصمود. ما هي مقومات الصمود؟ نحن نمر الآن في أزمة مالية خانقة في داخل دولة فلسطين على أرض فلسطين المحتلة، المطلوب الآن هو تقديم المساعدات المالية لكي يتحرر الإنسان الفلسطيني من هذا الضغط المالي الاقتصادي الخانق.